alone. Wala. Asalan billah. Inna ayyaka rasula. Kala sala syara. Walau ga syara athan. Ha. Ya amir al-mabah. Ha. 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 Ashil al-mabah. Ha. Ayuha. La la. السلام هكذا الناس يفعلون هكذا يا عمرو النظافه جيش القرطاس يا عمرو النظافه ها يا سلام وش هكذا يا انت تا حرام يرحموني يرحموني عن احلبيه ولا مو ذا دبا 5 لتر 5 لتر هذه تصلح اللي يبيعوا صوتهم ده اولي هذو ها ها يا سلام قلتكم الله هذا أولا يا عمر النظافة جي ها حطوا لكم مش هكذا هدى قسما بالله ما قالت روح والملك هروب مني حكمة الله بخت الشاطي بالشباب بخت الشاطي بالشباب ونفعل كله مقدر من الله مو هذا روتي سلام ها الناس ما حصلوش ما ياكلوا ولا روتي سلام الناس بحاله الله على حقه خير من يهدد بالسلام فقد جيرانه فقد الناس صيح لي انا حالتي بنتناك وش هدا روتي الله لو عفوا باقي قلصيان اما لهم كالداعيه روتي سلام والله سلامه جديده الله وقع الله وحش لعز شنو شنودي موجود رايح يلعب واحد مصري الله لا الله أخش روس والله إنه روس سلام ها فأقولكم و مشكلة صور ناس بواقي هانش قال هذا مو هذا بالعنادة التي هو بواق أنا أعلم إذا والله ما تبقى والله معذور ما أنا فلسطين يهودي أنا صاحبك أنا أعلم الله بحق الحالة الله لا بحق خير الله يجعله بلقى الصح ولا مضر ولا هجوة حرام حرام وأتق الله الله لا عقل صباح الخير يا أحسن عادل الحالة حقنا حياك الله عقل صباح الفل صباح الفل كيف هذا؟ والله عاد نشكر كرمك الله عاد الصباح عاد نشكر وكل بالهنا والشفاء وقف على الرقمة خلاص الحمد لله وما عاد تقدر نفسها قدام الجنون لغيبة يا حمد شوف رجع من الوصول انا قلنا انا انظف تمام هذا الشارع هذا انظف كل الان ولو في الشارع الثاني قوس عادي كيف عادي؟ عملي عملي عامل نظافة عادي لا مش عملك التزموهم التزموا بوقت محدد والله هذي عليهم كلمهم انا قاعد اتكلمهم بالبيوت كلها بس الاشياء اقول لك اهم من حاجة بوم شوف رودي سلام روتي سلام بدأ بالعافية كله ملقى ذا ما يقول أيوه وماما أنا روتي سلام فاصلي فول آخر مرة حصلت مش حبة جل أيه يوصل قمامة أما أنا روح كل البيت من يتلع عريض مرة بلدي بلدي أنا أيوه والله نحن ما شاء الله عليك بل نور روتي كان وصل قمامة بس ما نش جاي هذا من ولا البواب أما اللي أقصد الدنيا حالة والدنيا ماشي سوا ضروري نحن التكافل الاجتماعي الناس جنب الناس جارك عمك خالك شوف انا اقول لك الحاره حقنا امانه ان اكثرهم يحبوها يلا يحصلوها اصلا بس مو معنا واحد يلا مغتربين ما بدنا هو هو ما بدنا هو ما يجيب وصل قمامه الا هو وما يستلم الاكل الا هو حتى الغاز الغاز يا عاقل يا عاقل الناس معهم من دبه وهم اربعه سعيش يرعشهم كل اسبوع اشتري غاز هم بدنا هو بلده وعيال عياله مناقب كلهم ومع اربعه بغاز معاش هذا شكل يبيع بالسوق السوداء للحين انا ندير يا حي مسعود يا مسعود لا اسعد لك الله يا جيت انزل العاقل العاقل عين مخده جديده اقول لك انا بواب بواب ما مخالف له انزل انزل جيت ايه بقى خلاني اعلم لك بو بس خلاني اعلم لك بو هو انا بواب حق الحال يا صباح الفل يا زيد الله يا زيد الله
اتفقوا واحد، انا عم باكل قبل امس تنتي ابو يا اخي ما عاش ما بنسيت الحق كل الصلاه من هو انت عم بهدد معه؟ مو دخلك هذا المنتخب ليه؟ دخل خليني نجلس عم بلغص عمو مهرجان وهذا وتضحك عمو تضحك عمو تضحك يا حاج بس اعقل اعقل ادي لك الله قليل بياس عتبوك اعقل يا حاج عنك بخلطه زعم عبك الا دخفه تنوي مو ما تاجل اجل مش يلا يا حاج اسمع مش وقت الغاز الغاز مش وقت الغاز ما مش غاز الان احنا بنعامل حق النظافه مو مش دي مو مش دي بيشتكي منك اشتكي مني انا؟ ايوه يا ابو عديله مو بطيله مو تشتاق مو وقع حاج ما بين السكر وضمن لك ياس ما هو كياس ما هو كياس يا حاج يا حاج اسمعني ها انت غلط في نفسك شوف الناس ما حصلوا شو ياكلوا اخر بياكلوا من القمامة ايوه وانت ادي لك الله قليل بياس وقليل مغتربين اقل شيء اقل حاجه لا تدرش بالرز وبال هذا الوصفه القمامة النبوح ودي كل العامل ولا اقول لك عادي الجيش العامل ها صيح لي ولا طالع عندك سوا هلا طلعت انت وين ملك غصب الامور لا اقول لك مش يا ارجو بحقي مرجو تلاحظ ودخلتم مني او انتم اللي درسوا البيت انتم يا حاج اتق الله كل شيء وصلكم ماما ودخلتم الراجل قال حصل مصحف الهيال عادي والله ما حصل كلمة برما وانا اسمع حصل ايش بيقولوا اصلا ما مش معقول اصلا مش كان كل المرق ولا قبلها يا حاج لا تقبل مش من اللي بو غزي ما مش راعي اسمع يا حاج يا حاج لا راعي من راعي اسمع يا حاج هو بس دي كل جزاء الباب اسمع يا حاج امريكا شفت واحد امريكا والله هو والله عاقل والله خليت مني بخاطرك قال أهلك نيجي هو ما أنا شكلك يفتح شو مسح ما ها عين ها يلا لك 10 دولارات الحمد لله رب العالمين أو من الشيطان الرجيم من شر المحنة تبع تبع يلا فهم الطاق ما يخرج جلاد ها تبع على الكلام وأحباب هو إيش يا رأي اسمع يا يا حد مخطط يا لا ما مش هذا رأي هو غاز هو طبعا سيلة أبو غاز أسئلة يا رعيلة أسئلة يا قصدك أنت وزوجتك أنت تسبني لذلك أنت نعم وعلى كل يسكر لك الحالة منك أنت وزوجتك بس أنت قوة الآن نشتيك تكون تلتزم يا أخي بدل ما تضرب الوقت داخل القمامة اتق الله في نفسك هذا حرام اده لعامل الطوارئ مسكين ما حصلش بيقول اده له وهو يتمنى انه يدعي لك واسرته اوعى حتى ما تضرب الدهنه ها فوقها الناس بحالة داعي ما له دهن انا بالاكل لقد عامل انا مو فهم يا كنت حاسبني على حقي مو دخلت مني ارجون مرجون شدي مدي مو دخلت مني تاويو من هو هذا عامل النظارة والله نفسنا وانا روي لك من الوالي انت حاسبني على حقي انا وانا روي لك والله معقل من اللي عامل انا اقول لك من اللي عامل من اللي يا مدير العام اهدا اهدا تخسروا اهدا انا روي لك اهدا على غرفة السكر وعافيك اصلا انا تهني والله انت خلق عافيك لا يا اخي منيش ما نقال السكر كلهم من نعمة لا سكر قاع عاقل يا اخي ابو معنا بابا معنا واحد انت غالب هو ما اسمعني انا اقول لك شو الشارع كيفه الشارع تمام الحمد لله نظيف نظيف على النقطة بس جمعت ما هو معنا الا هذا وش من هو هذا الحاج الحاج انا امام اوسخ من كلا الدم هذا عيب هذا من دبغات اي هذا اي هذا يا ست الغاز اوه كيف من دبغات هذا هنا هذا اي لا تخلي شو وصل عنده هو قراح هذا المراقب حقنا اهلا وسهلا هلا وسهلا حياك كيف حالك المراقب حقه ايوه والله لك الشرف لتطلع لنا حقا الموضوع واحنا نشكرك انت بالذات من بين العقاد صراحة المميز وتعاون معاك مالا للأمانة بس بقى تعرف معاك بدي الأشغال انت يا حاج مشكلتنا الوحيد والله رفع لك بدي لا ايمن اللي بصور انا اهدا اكيد بصور يا حاج نمو يا اخي لو على الهجوم بالدنيا للشوارع هكذا وتكلع لك الرز والاكل ولا تاكل الشارع ها سهلة يا استاذ لقاه القمامة سهلة والله الهجوم هذا سلام والروتين والرز والبطاطا كل شيء معني انا اقول لك صاحبك العامل قال كل يوم يحصل اكل داخل الاكياس تمام؟ اكتشفنا معه انه اللي يجيب بالاكل سلام وهذا هو الحاج مسلم هذا اللي هو داخل العالم من يا رجل؟ من ولا؟ ها؟ يقول لي ابعد من ولا؟ ها؟
هذا مشرف. مشرف؟ والله نفسنا نفسنا كنت هاولو. فلا نفسي خص فلا نفسي وحدة هذا الويلة. ولا هو عدا هذا تتصرون. يا حي صلى على النبي. اللهم صل وسلم على النبي. هذا شوف هذا قال لي جاي برا يحصل رز برا يحصل قال كل كذي جيجي ما قلت جيجي ما قلت ها أمس أنا جيت له هنا عزمت كذي قلت لك اشتريت عشان المطعم اللي هو في المطعم شوف المطعم حق فيه طماطم أنا أحسن مطعم متأكد مني أمس والله كله نظيف فعلا لا لا ما هو نظيف وطعيم ولذيذ مستعمل كذي عندكم من المطعم مستعمل نظيف والله بس كان على طعم والله مو طعم كنا زيد خليك هي لو احنا الجهال بعد وبعد العزيز هذاك اليوم شكله يجرب بكبش وكله هذا الحاج هذا الحاج هذا والله خمس عند الحاج الحاج يا محنى الحليم اسمع اليوم فوق هذا جاب فوق معه ضيوف ايوه اقعد هذا جاب لا تزعل يا حاج ها شكله فوق الله يديلك بالساهل والله سهلا يا حاج ايش الحاج يا اخي انصحوا انصحوا ما رضيك يتقبل النصيحه يا حاج انصحوا اعمل هيك لا عاد تصور من امريكا ها مش مشتري قول له هذا منو ايوه انا خاب انت جد ها خابني انا انت ايه حرام عليك يا حاج حرام عليك هذا تبدل والله ما جاء قال حرام حرام وقال كفر بوبو شو مني انت ربي ياخذ عليك النعمه هذه ارحم حالي قال حرام عليك ذكرت انسان مثلك وارحم السلام عليكم. تمام. سلام. تمام. السلام ورحمة الله. سلام أحمد. هذا هو. هذا هو بدو الغاز. يا أخي اسكت أنت بدو الغاز. هذا هو. أنا خليني بدو الغاز. ما راح يكون هذا. بدو على. هيا 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 هيا. إنت يا. إنت. هلا هلا. هلا عش الدبل عش عش. مش يا حاج أنا مش بدو الغاز. تقوى. هو أنا. تدريني أنا. لا استفيد منه. ما احنا الاتحاد العربي للعقمات خارج اليمن عارف لك نحتاج افضل عامل عندك افضل عامل عندي ايوه افضل عامل عندك صراحه تبوا عمال كثير يبذلوا جهود غير عاديه رغم الظروف رغم الالم يعني ليداوموا تحت كل الظروف شمس ريح مطر وهم مداومين والعمل قائم باكمل وجه بس معي العامل احمد صراحه مميز متواجد هنا ويقال السرير والكبير وبعد الناس بالخطوة بدعو الناس يحبوه السرير والكبير يتعاونوا إذا ما في يوم الأطفال قاموا يفقدوا يخلي قلبه ماما أي عم محمد مهندش والله النساء على الطفل والأمهات والكل إن الحالة كلهم حبوا الله والفضل تكريم وأحلى تكريم تكريم ما تكريم ما اهدى 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 العسكري اهدى قم تكريم يا هذا المندوب حق التكريم أنا أعقل حاجة أعطرنا أنا أجلي بشهادتي يعني جنب شهادة المشرف حقه بالنسبة العامل هذا أحمد هذا يستحق التكريم دبل إذا أبو تكريم دبل دبلوه هذا الصدق أيوة لأنه مجتهد الصدق أنا بكير الصبح وقاه له بيجي بغصب وقاه له صح أنا على شهادة ذمتنا من أيوة. أنت ما يحقه فرغه خلي هرب لا سدد لا سدد هلا هلا حي بس لا سدد شاليني لمو خرج لمو دخل لمو الجملة مطرح لمو الجملة مو محصوط لمو حلو 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 أيوة ولا هذا مدوه أنصره والله أنصره أنت 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 أنت
على طول ان شاء الله نحضر. قبل ما نحضر انا عصبت يعني اشياء ودي لكم كلمه شكر فرع الاتحاد العام لنقابه عمال اليمن ممثلا برئيسها الاستاذ عبد الرشيد الشاب النكير والدفدي المجهول حقيقه الاستاذ احمد علي الدفدي الذي يعد الاحتفال بكل همه وايضا موجود في الميدان وكذا قيادة السلطات المحلية باهتمامها بالعمال خاصة عمال النظافة ولكل مدير عام اهتم بالعمال حقه في المصلحة او في المكتب او في المكان فهم يستحقون صراحة الرعاية والاهتمام لانهم لن نظهر وتظهر وطننا ويظهر رؤينا الا بالعمال وبداية العامل الى الاعلى ووصيتي للجميع الاهتمام بالعمال والله ما اهتم بشدة الغزالة كل سنة ما شاء الله حسن كل سنة شو هذا غاز وانت كني تعمل يا حاج مساء تكريم العمى تكريم العمى ايوه لقاهم يكرموا اصحاب الحارة انا اكرمهم بزينة قطرة قال ولا يهمك انت تحضر معنا عقب ما تبقى ايوه ايوه انا احضر ما دام مول عبد احمد انا احضر ضروري محضور الان ما لا حال ما عندك يا يلا انا مشيش تكريم ما لا حال خلاص احنا نجد غاز ما بتشاف انا مش اشتغلني ولا حاجه ما بتشغل انا اكثر حاجه يكرموني هم الناس هذا مو انهم يكونوا عندي تجربه نظافه صراحه يعتبروا الباب ناس غير جنبوس عسارو احنا زيقنا بجاجع طوائر ده حسب القمامه وطا ما فهم من الإيمة وطا أخي تغسل في خشم مات خلاص يلا عجيب على دو كيف دو بابل دو عصير دو غاز وجد لزم بالنظافة هنا وجد لزم مالشة دو كيف دو غاز بكل غاز غاز وماء وعصير وكيف يا حاج يجي على كلمة كان يلا 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 بعد ما هو وقفت